أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آله محمد وآله محمد. أحسنت. أما بعد، تناولنا في محاضرات سابقة في موضوع الصرف الفعل الثلاثي ومصادره، وأخذنا بمصادر الفعل الثلاثي شباب إذا كان المصدر يقسم على قسمين، وقلنا أن المصدر للفعل الثلاثي إذا كان متعديا أو كان لازما، وإذا كان متعديا يأتي على وزنين، أي نقصد مصدرين، وهو فعل وفعالة، نحو وعد، وفعالة نحو صناعة، تجارة وغيرها. أما إذا كان لازما فالفعل اللازم نقصد به هو ذلك الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل، يعني غير الفعل المتعدي، والفعل المتعدي هو ذلك الفعل الذي يحتاج إلى مفعول به كي يتم المعنى. الفعل اللازم مصادره تكون على ثلاثة أقسام، وبالأحرى تعتمد على حركة العين. يعني النوع الأول إذا كان على وزن فعل، فعل، وإذا كانت العين مفتوحة، يعني إذا كان الفعل على وزن فاعل نقصد أن العين مفتوحة، وأيضا إذا كانت مكسور العين نحو فعل، ومضموم العين نحو فعل، فعل. وإذا كان مفتوح العين يقسم على قسمين: القسم الأول إذا كان صحيح العين ويكون على خمسة مصادر، وهي فعالة وفعال، فعالة نحو حياكة، تجارة، صناعة، وهي نقصد بها إن دلت على ماذا؟ على حرفة. أحسنتم. وأيضا إن كان على وزن فعال، يعني يأتي الفعل اللازم المفتوح العين الصحيح على وزن فعال وإن دل على امتناع، نحو إباء، جماح، شماس، فراء، ويأتي على وزن فعلان نحو خفقان، دوران. ويأتي أيضا الفعل اللازم على وزن فعيل وينقسم على قسمين: إن دل على مسير يعني سير، أو دل على صوت، فالسير نحو دبيب، رحيل، فعيل يعني نقصد بها. وأيضا يأتي على وزن فعيل أيضا، ولكن إن دلت على صوت نحو شهيق، زفير، نهيق، صهيل، وهديل، وغيرها من هذه المصادر التي تكون على وزن فعيل. وأيضا المصدر الخامس من الفعل اللازم المفتوح العين هو فعال، فعال، وينقسم على قسمين أيضا، وهو إن دل على صوت أو دل على داء، والصوت نحو صراخ، نباح، لاحظ، صراخ، نباح، هذا إن كان على وزن فعال للصوت. ويأتي أيضا على وزن فعال إذا كان ماذا؟ إذا دل على داء، نحو سعال، دوار، زحار، صداع، أيضا على وزن فعال. هذا النوع الأول إذا كان صحيح. إذا كان الفعل اللازم معتل العين مفتوح، مفتوح العين، معتل لا مفتوح العين، معتل العين ومفتوح العين القسم الأول، ويكون على مصدرين أيضا اللي هي على وزن مثل أمثلة مثل نوح، فعل، نوح، صون، لاحظ أن الحرف الثاني هو معتل، صون، نوح، طيش، ويأتي أيضا على وزن فعال نحو هيام، هذا هنا ماذا؟ الفعل معتل ويكون مصدره أيضا على وزن فعال، هيام، غياب، إياب، جاي تلاحظ؟ هنا أيضا العين معتلة ويكون على حرف علة وهو الياء. هذا إذا كان مفتوح العين لازم، هذا النوع الأول. النوع الثاني من الفعل اللازم هو ماذا؟ إذا كان مكسور العين، ومكسور العين
مصدر الفعل الثلاثي اللازم مكسور العين يأتي على ثلاثة مصادر، وهي فعلة إن دلت على لون نحو خضرة حمرة صفرة سمرة، ويأتي على وزن فعول إن دلت على جهد على بذل جهد، وإن دلت على ماذا؟ على يعني نحو صعود وقدوم لصوق تدل على بذل جهد وبذل جهد قوي. وأيضا فعل، ويأتي على عدة معاني نحو داء نحو مرض، ويأتي على خوف نحو فزع، ويأتي على كسل نحو شنو؟ عيب نحو كسل، وغيرها من هذه المصادر التي تدل على الفعل الثلاثي. إذن الفعل الثلاثي هذه مصادره، وينقسم حسب الفعل متعدي أم لازم. وتناولنا أيضا في المحاضرة السابقة المصادر السماعية، وقلنا أن المصادر السماعية لا ضابط لها، يعني ليس هنالك قاعدة، بل إنها أخذت سماعا عن العرب، وتحدثنا في تلك المحاضرة السابقة. اليوم سوف نتناول موضوع جديد ونكمل المصادر، نكمل موضوع المصادر، ألا وهو المصادر الغير ثلاثية. والمصادر غير ثلاثية تكون على عدة أقسام، ونبتدأ بالفعل الرباعي، يعني الفعل الرباعي المجرد الذي يكون على وزن فعلل مصدره على وزن فعللة، وذلك بإضافة التاء نهاية الوزن. إذا كان مجرد، يعني الفعل الرباعي المجرد يكون مصدر الفعل الرباعي المجرد على وزن فعللة، وذلك بإضافة التاء المربوطة نهاية وزن الفعل، هذا واحد. ولكن إذا كان الفعل الرباعي مضعفاً، ونقصد بالمضعف هو أن فاء الكلمة وعين الكلمة يشبهان لام الكلمة المتأخرة، هذا لا، سوف يكون على مصدرين، يكون على مصدرين، يعني المصدر الأول هو فعللة، والمصدر الثاني في عار أو في نحو دحرجة دحراج، يعني فعلال، يعني فعللة وفعلال، فعللة وفعلال إذا كان ماذا؟ مضعف. وسنأتي الآن إلى هذه المصادر. لا، مصادر الأفعال غير الثلاثية. طبعا مصادر الأفعال غير الثلاثية نقصد بها ماذا؟ الفعل الرباعي والفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد بحرفين بثلاثة أحرف والخماسي وغيرها. جيد، نبتدأ أولا مصادر الفعل الرباعي. لاحظي انتبهي، الفعل الرباعي نعلم أن الفعل الرباعي وزنه الحقيقي ووزنه الأول هذا المجرد فعلل فقط، هو هذا وزننا اللي عندنا، وزننا الأساسي فعلل نحو دحرجة، هذا الفعل وهذا مثاله. لاحظ، هذا هو الفعل وهذا هو المثال على هذا الفعل، لاحظ، فعلل دحرجة. يكون المصدر من هذا الفعل، وذلك بإضافة التاء المربوطة نهاية الفعل، فنقول فعللة. لاحظ فعللة، تلاحظ أن المصدر فعلل، أن الفعل فعلل مصدره فعللة، فدحرج أحسنتم دحرجة. لاحظ هذا الكلام إذا كان الفعل ماذا؟ مجرد غير مضعف، يعني إذا كان الفعل الرباعي مجردان، يعني ليس فيه حروف مضاعفة متشابهة، يعني أول حرفين يشبهان آخر حرفين، فيكون على وزن فعلالة، مثل بعثرة أيضا تكون على نفس الوزن، بعثرة بعثرة أيضا على وزن فعلالة، وأيضا
المصدر منها فعللة بعثرة. واضح؟ جيد، إلى هنا ننتهي، لكن نبدأ في أن الفعل الرباعي إذا كان مضاعفا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، إذا كان الفعل الرباعي مضاعف، إذا كان الفعل الرباعي مضاعف، ونقصد بالمضاعف إن أول حرفين يشبهن آخر حرفين، مثل كلمة زلزلة. انتبه، زلزلة، طبعا زلزلة هي على وزن فعلة. انتبه، فعللة، زلزلة على وزن فعلة، ولكن هذا الفعل مضاعف. انظر معي أن الزاي واللام الذي تمثل الفاء والعين تشبه آخر حرفين وهي اللامين، يعني اللام الأول، اللام الأولى واللام الأخيرة، زاي زاي، زاي لام زاي لام، هذا يسمى مضاعف. هذا الفعل إذا كان مضاعف يأتي على كم مصدر؟ يأتي على مصدرين، فيكون ماذا؟ انتبه، يكون زلزال، أحسنت، وهو على وزن فعلاء، أحسنت، ويأتي على زلزلة وهو، أحسنتم، فعللة، زلزلة. جيد، زلزلة. إذن أن الفعل الرباعي المضاعف يكون على مصدرين، فعللة وفعلان. أيضا بإمكاننا نأتي إلى مثال آخر نحو وسوس، أحسنت، وسوس أيضا مضاعف على وزن فعللة، لاحظ، أيضا يأتي على مصدرين، يأتي على وسواس ووسوسة. لاحظ، هذا بالنسبة لمصادر الفعل الرباعي. واضح إخوان؟ واضح شباب؟ إذن الفعل الرباعي يكون على كم مصدر؟ على مصدرين. لكن بالنقطة الأولى إذا كان مجرد يكون مصدر واحد، إذا كان مضاعف حالتين. جيد، أحسنتم. هذا بالنسبة لأولا مصادر الفعل الرباعي. اثنين، مصادر الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد. مصادر الفعل الرباعي الثلاثي المزيد بحرف واحد. الفعل هو ثلاثي، ولكن لما أزيد بحرف آخر يصبح ماذا؟ إذن لا يعتبر من الفعل الثلاثي، وهي كالآتي: ألف أفعل. تبهي، هذا أفعل فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد، وهو ماذا؟ الهمزة، يعني الزائد ماذا؟ الهمزة. نحو أكرم، هذا مثال عندنا، أكرم، انتبه لي، أكرم على وزن أفعل، فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد، أكرم. الآن نأتي إلى أكرم، المصدر من هذا على مصدرين حالتين، لكن لنأتي إلى الحالة الأولى، يكون المصدر من الفعل أكرم، يكون المصدر من الفعل أكرم إكراما، أحسنت، إكراما، ونقصد به إفعالا. أكرم إكراما، أفعل إفعالا، أفهم إفهاما. واضح؟ جيد، إلى الآن أنت معي. إذن نقول أكرم إكراما، أفهم، أحسنت، أفهم إفهاما. إذن نقول إن الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهي الهمزة أفعل، يكون المصدر منها ماذا؟ إفعال. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هو أنه يأتي الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهو وهي الهمزة، لاحظ، على وزن أفعل. كيف تكون هكذا؟ لاحظ بالله، انتبه، خلي بالك، إفعالا، وهذه أمامك، وهذه إفعال. الذي حدث هو هناك إعلال، ايش حصل؟
إعلال. الإعلال هو عملية حذف الألف وإضافة ماذا؟ تاء، يعني حذف وتعويض. حذف تعويض، حذف الألف وتعويضها بماذا؟ مربوطة نحو نقول، فأصبحت هكذا. لاحظ، نقول أشارة، أشارة، انتبه لي، إشارة، أحسنت، أدارة، أحسنت، إدارة، أدارة صير إدارة. عايدة ولا يهمك، صح، أحسنت. نقول ماذا؟ انتبه. الذي حصل، انتبه لي بالله أحمد، المصدر من الفعل أفعل إفعال، أكرم إكرام، أفهم إفهام، نفس المصدر، نفس المصدر، انتبه لي راح أعيدك إياها، نفس المصدر إفعال، انتبه، وهذا إفعال أحمد، قمنا بحذف هذه الألف، ماذا عوضنا؟ تاء مربوطة، أحسنت، قمنا بتاء مربوطة، هذا الألف حذف، هذه اللام، ها، أحسنت، أصبحت مع العين، نجي، هكذا أصبحت. وماذا أضفنا؟ أضفنا التاء، أحسنت، أضفنا التاء، هذه التاء أفعلة. أشارة، إشارة، أشارة، هذا الفعل، انتبه لي، انطاك الفعل الأصلي ويأتي على وزن هكذا، أشارة إشارة، انتبهت لي، أشارة إشارة، أشارة إشارة، وأيضا نقول أدار إدارة، وأذاع إذاعة، أحسنتم، جيد، واضح أخوان؟ جيد. إذن الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهي الهمزة يكون على وزنين، على وزنين، الوزن الأول هو إفعال والثاني إفعلة. جيد، هذا بالنسبة لهذا المزيد بحرف واحد وهو أفعل. نأتي إلى فاعل، أخذنا النوع الأول باء، باء، نأتي إلى فاعل، خلي بالك يمي، ما زلنا في مصادر الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد، أخذنا النوع الأول وهو أفعل، ماذا بقي؟ باء، بقي باء فاعل، تذهب فاعل، هذا الفعل فاعل مزيد بكم حرف؟ حرف واحد وهو ألف، جيد، وهو الألف، يكون وزنه، يكون وزن هذا الفعل على وزنين، إن كان، لاحظ، نقول ماذا؟ إذا كان الفعل، إذا كان الفعل لا يبتدئ بحروف محتلة، أحسنت، لا يبدأ بحروف العلة، فيكون على مصدرين، لا، ما عندنا المصدرين، لاحظ، قاتلة، قاتل، هذا الفعل، انظر لي، هذا الفعل قاتل، هذا الفعل قاتل الذي أمامك فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد، فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد وهو ماذا؟ الألف، فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد وهو الألف، يكون المصدر منه على مصدر، لاحظ، يكون على وزن فعال ومفاعل، كيف؟ لا، ها، أحسنتم، قتال، قتال،
طبعا إن كان المصدر منصوبا نقول قتالا وينون هذا يكون قتالا، ولذلك لازم ماذا يصبح؟ يصبح فعالا. أحسنتم، إذا كان منصوبا حسب موقع من الجملة في النحو. ومفاعلا حنقول مقاتلة، مقاتلة، قاتل محمد قتال الأبطال، وهنا وحدثت مقاتلة. إذن وأيضا مثال آخر، ناقشة، 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 بإمكانك أيضا يأتي على حالتين، نقاشا ومناقشة. أحسنتم، نقاشا، نقاشا ومناقشة. مناقشة، هذا بالنسبة رقم واحد إذا كان الفعل ما يبدأ بحرف علة، لكن إذا بدأ الحرف بحرف علة، إذا بدأ الفعل يكون عليه وزن فقط، فقط. إذن نقول اثنين، إذا كان الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهو فاعل يبدأ بحرف علة وهو الياء، يبدأ بحرف علة وهو الياء، يكون المصدر منه على وزن مفاعل فقط، يكون المصدر منه على وزن مفاعلة. لاحظ، نضرب أمثلة، نأخذ أمثلة على ذلك. لا، هنا انظر إلى هنا، لدينا الفعل ياسر بماذا يبدأ؟ حرف علة، يقول مياسرة، ياسرة، مياسرة، يامنة. أحسنتم، أيضا مواصلة وواعد مواعدة أيضا بالحرف علة، كانت ياء أو واو. جيد، واضح. هذا إذا كان الفعل ماذا؟ فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد ونقصد به فعل اللي هو الألف. بقي لدينا الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهو فعل المضعف. هذا انتبه، هذا الفعل الثلاثي أخذنا أفعله وأخذنا فاعله، بقي ماذا؟ فعله. جيد، جيم، مصادر الفعل فعله، مصادر الفعل فعله، هذا فعل ثلاثي مزيد بحرف من؟ حرف واحد وهو التضعيف، مزيد بحرف واحد وهو ماذا؟ تضعيف العين. إذن هو ليس ثلاثيا بل رباعيا، يعني هو مزيد ثلاثي مزيد بحرف واحد يعتبر رباعي. جيد، أحسنت. هذا الفعل، هذا الفعل مصادره على نوعين، تفعيل وتفعيلة. تفعيل، خلي بالك يمي، يأتي على وزن تفعيل وتفعلة، والله انتبه، يعني هذا الفعل يأتي على كم مصدر؟ مصدرين، تفعيل وتفعله. ولكن هناك مجموعة من القواعد ينبغي ماذا؟ أن تكون ماذا؟ حذر بهذه القضايا. يعني متى يكون، متى يأتي على وزن تفعيل، ومتى يأتي على وزن تفعله، ومتى يأتي على عن نوعين. لاحظ، نبدأ رقم واحد، هذا الفعل يعتمد على الأساس، يعتمد على الحرف الثالث وهو اللام. هذا يعني إذا كان صحيح
يأتي على وزن تفعيل. إذا كان معتل تفعيلا، إذا كان مهموز على وزن. وهناك بعض الأفعال الصحيحة اللام تأتي على ماذا؟ هذه قواعد تفعيلة، قواعد فعالة تفعيلا وتفعيلا. تبي ألف، إذا كان الفعل صحيح اللام، أي فعل؟ الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد اللي هو فعل المضاعف. أحسنت، المضاعف. جيد، صحيح اللام مثل من عندي كلمة وحدة. انتبه لي، جاي أقول لك اللام وليس الفعل. ها، أريد الفعل ماذا؟ صحيح اللام، يعني الحرف الثالث ماذا؟ صحيح وليس محتلا. يعني الحرف الأول والثاني ما لك عمل، يعني ما لك غرض به، هذا القضية مو يهمك. انتبه لي على حرف القاعدة تقول لك إذا كان الفعل صحيح اللام وحدة شو تصير؟ أحسنت، على وزن تفعيل. إذن إذا كان الفعل صحيح اللام يكون المصدر على يا وزين عفوا، أحسنت، تفعيل. تفعيل، جي نقول وحد توحيد. طبعا بإمكاننا أن نقول وحد توحيدا إذا كان ماذا؟ أحسنت، منصوبا. أنت معي الآن، نقول كبره. أحسنتم، تكبيرا، قدم تقديما. أحسنتم، قدم. أحسنتم، درس تدريسا، وأمثلة كثيرة بإمكاننا نأخذها. قدم، قدم تقديما، جيد. هذا إذا كان صحيح ماذا؟ إلا جيد. أي أي تبي راح أعيدها. راح أعيدها. الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد، وهو تضعيف العين، يعني العين ماذا؟ مشددة مضاعفة. يأتي على مصدرين، يأتي على وزن تفعيلا وتفعيلة، يعني تفعيل وتفعيلة. لكن بأي حالة يجي على تفعيل وبأي حالة يأتي على تفعيلة؟ نعم، ممتاز، حلو. راح نجي واحدة واحدة. رقم واحد، نقول إنه إذا جاء، إذا كان الفعل، نعم أحسنت هشام، إذا كان الفعل صحيح اللام يكون مصدره على وزن تفعيل مثل من؟ وحد توحيد، قدمه. جيد، وحد ماذا أصبح؟ توحيدا. لاحظ، وحد توحيدا، قدمه. جيد، انتبه، نقول قدمه وكبر تكبيرا وأمثلة كثيرة. كبر أحسنتم، واضح؟ جيد. اثنين، ما زلنا في الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهو تضعيف العين. إذا كان الفعل، ها، إذا كان الفعل لا معتل اللام، فيكون مصدره على ماذا؟ أحسنتم، تفعيلة. مثل من؟ من منكم يعطيني؟ نعم، زكى. أحسنت، أحسنت، أحسنت. لاحظ، زكى، الفعل زكى
فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد وهو ماذا؟ تضعيف العين وهي الكاف. يكون المصدر على وزن تفعيل. زكى شو تصير؟ أحسنتم، تصبح تزكية. تزكية، أحسنتم. بعد لبى تلبية، أحسنتم. لبى ماذا تصبح؟ أحسنتم. بعد ربى تربية، أحسنتم. جيد، هذا إذا كان معتل اللام. لكن النقطة الثالثة، أحسنتم، النقطة الثالثة إذا كان الفعل مهموز اللام، يعني الحرف الثالث ماذا؟ يحتوي على همزة، ماذا يصبح؟ يأتي على كم مصدر؟ يأتي على مصدرين، أحسنتم. إذن يكون على مصدرين، نقول على وزن تفعيل، أحسنتم، وتفعله. جيد، من يعطيني مثالا؟ نعم، خطأ، أحسنت، خطأ، أحسنتم، خطأ. جاي تلاحظ أن الخاء مفتوحة مع الفاء، والطاء مشددة مع ماذا؟ أحسنتم. والفعل والحرف الثالث همزة، أحسنتم، يأتي على مصدرين. خطأ راح يجينا على ماذا؟ أحسنتم، يأتي على تخطيئا. تخ ساكن الحرف الثاني خاء، تخطيئا. ها وتخطئ تفعله، لاحظ. تخطئة تفعلة. بعد برأ، أحسنتي، برأ. أحسنت، برأ. جاي تلاحظ أنه ينتهي بماذا؟ حرف الثالث، حرف الثالث اللام مهموزة، إذن ماذا يصبح؟ تبريئا وتبرئة، أحسنت. نقول تبريئا، وتبرئة، إذن برأ تبريئا وتبرئة، إذا جاء ماذا؟ منصوبا، تفعيلا وتفعلة، تبريئا وتبرئة، تبرئة وتبريئا وتبرئة. واضح إخوان؟ جيد، هذا بالنسبة للنقطة الثالثة. بالنسبة لماذا؟ هناك النقطة الرابعة، هناك بعض الأفعال، بعض الأفعال وهي صحيحة ماذا؟ صحيحة اللام، تأتي على مصدرين. يعني بالنسبة للفعل، للفعل الثلاثي قدم فعل، أيضا هناك نقطة رابعة. النقطة الرابعة تكون إنه إذا كان، انتبه، إذا كان بعض الأفعال أو إنه هناك بعض الأفعال، النقطة الرابعة هنا نتحدث عنها، هناك بعض، هناك بعض الأفعال، هناك بعض الأفعال صحيحة اللام، لاحظ، صحيحة ماذا؟ اللام، ولكنها ماذا تأتي؟ ليس كهذه. هذه النقطة الأولى صحيحة اللام، تأتي على مصدر واحد وهو تفعيل. هنا لا، تأتي على ماذا؟ صحيحة اللام، وتأتي أو وتأتي على ماذا؟ ها، وتأتي على مصدرين. جيد، اللي هي ماذا؟ تفعيل، أحسنت، تفعيل وتفعيل، أحسنت. مثل ماذا؟ جرب، جاي تلاحظ أن الفعل جرب، أحسنتي، لاحظ، جرب على يا وزن
فعل فعل ثلاثي مزيد بحرف واحد وهي العين تضعيف العين. هذا فعل ليس معتلا بل ماذا؟ يأتي على تجريبا وتجربة. أحسنتم. نقول تجريبا تجريبا وتجربة. أحسنت. وتجربة إذن تفعيلا وتفعلة. بعد كمل. أحسنت. نقول كمل. انظر إلى هذا الفعل كمل نقول تكميلا. أحسنت. وتكملة. أحسنتم. هذا بالنسبة للفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهو ماذا؟ تضعيف العين. واضح إخوان؟ واضح. إذن ماذا أخذنا؟ أخذنا الفعل الرباعي المجرد إذا كان مجرد أو كان مضعف. فالمجرد فعللة، لاحظ، والمضاعف فعللة وفعلا. وأخذنا الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهي الهمزة في الأفعل إفعالا وأفعلة تأتي وذلك بعض الإعلام. ويأتي على وزن فاعلة وفاعلة يأتي على وزن فعال ومفاعلة مثل نقاش ومناقشة. ويأتي أيضا إذا جاء بحرف علة إن كانت واو أو ياء فيأصبح ياسرة مياسرة وواعد مواعدة واصل مواصلة. واضح؟ قاتل مقاتلة. هذا إذا كان ماذا؟ ليس فيه حرف علة. جيد. واضح؟ أما إذا كان يحتوي على حرف مزيد وهو التضعيف في فعل فيأتي على أربع حالات. إن كان صحيح اللام يأتي على تفعيل نحو كبر تكبيرا حرف اللام يعني الفعل الثالث. وإن كان معتل اللام يأتي على وزن ماذا؟ تفعله. وإن كان على ماذا؟ مهموز اللام يأتي على مصدرين. وإن كان هناك بعض الأفعال صحيحة اللام تأتي على ماذا؟ أيضا على مصدرين وهي تفعيل وتفعيل مثل تجريبا وتجربة. واضح إخوان؟ جيد. هذا بالنسبة للفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد وهي تفعيلا وتفعلة. جيد. نأتي الآن إلى مصادر الفعل الخماسي. نأتي الآن إلى مصادر ماذا؟ الخماسي. أخذنا الفعل الرباعي والمزيد. نأتي إلى الفعل الخماسي. لاحظ الفعل الخماسي شباب، الفعل الخماسي وهو يكون على عدة نقاط وهو مزيج، هو مزيج من الفعل الرباعي المزيد بحرف واحد يعني فعل رباعي وزودنا حرف أصبحت ماذا؟ أو فعل ثلاثي مزيد بكم حرف؟ يصبح خماسي. إذن ما سنأخذه الآن فعل خماسي يتكون من الفعل الرباعي المزيد بحرف مثل تفعلل، فعلل وزيد التاء أصبحت ماذا؟ أو فعل ثلاثي مزيد بكم حرف؟ نحو افعلل، عفوا نحو تفعلل وتفاعل. لا، مصادر مصادر الفعل الخماسي. مصادر الفعل الخماسي. لا، مصادر الفعل الخماسي تأتي على عدة نقاط. رقم واحد، النقطة الأولى تتحدث عن إذا كان الفعل على وزن تفعلله، تفعلله وهو رباعي مزيد بحرف واحد، أو تفعله أو تفاعله. لاحظ، أريدك تنتبه لي، رجاء انتبه لي. إذا كان الفعل على وزن، انتبه لي والله رجاء، تفعلله تفعلل، هذا يذكرنا بالفعل الرباعي المزيد بحرف وهي ماذا؟ التاء. لاحظ، نعم، فعل زيد بحرف. تفضل تفضل. نعم، او تفعل
كم حرف هذا؟ حرفين. أحسنت مشدد، أحسنت يا حمزة، ولكن ماذا؟ تاء. إذن زيادة التاء والتضعيف كم حرف؟ وهو ثلاثة، أصبح ماذا؟ أحسنتم. أو تفاعل. بالله انتبه لرجاء، هذه الأفعال الثلاثة اللي أمامك إذا كان الفعل على وزن تفعلل، تفعلل أو تفعل أو تفاعل، كيف يكون المصدر؟ يكون المصدر على نفس هيئة الفعل ولكن بتغيير حركة حرف ما قبل الآخر إلى الضمة. انتبه لي، إذا جاء الفعل أو إذا كان الفعل الذي نريد أن ماذا؟ أن نصيغ ما؟ أن نصيغ منه مصدرا، هذا المصدر الذي نستطيع أن نصيغه من هذه الأفعال إن كان على وزن تفعل وإن كان على وزن تفعل أو تفاعل، يكون المصدر منها على نفس وزن الفعل ولكن بتغيير حركة ما قبل الآخر. كيف ذلك؟ انتبه، يكون المصدر على وزن الفعل ولكن بتغيير حركة الحرف، حركة حرف الحرف القبل الأخير أو حركة الحرف القبل الأخير أو قبل الأخير. انتبه، يعني لما أقول على وزن تفعلل تدهرج، انتبه هذا تدحرج على وزن حلو أو تفعل نحو تقدم أو تفاعل نحو تقاتل هذه الأفعال التي أمامك كيف نصيغ حسب القاعدة يا هشام؟ ماذا قلنا؟ حلو، نغير حركة الحرف القبل الأخير، جيد جدا. هسا أنت معي، ماذا قلنا؟ تدحرج، أحسنت، تدحرجا، لاحظ تصبح تدح، أين الحرف الأخير قبل الأخير؟ الراء، تدحرجا، لذلك تصبح تفعللا، هذا مصدرك تفعللا، لذلك هذا الحرف القبل الأخير، انتبه لي، هذا اللام تفعللا، ضمينا الحرف الأخير ثم نصبناه حسب موقع من الجملة. تقدم، تقدما، فوق الشدة، الشدة مو كانت مفتوحة، فماذا تصبح؟ ضمة. أحسنتي، تصبح تقدما، لذلك شو تصير؟ آه أحسن، تفعلا، هذا مصدرك تفعلا، تفعلا، التاء مع التاء، الفاء مع الفاء، العين المشددة المفتوحة تصبح عين مشددة فقط، والمنصوب الأخير حسب موقعها من الجملة إن كان منصوبا أو مرفوعا. أيضا تقاتل، تقاتلا، أحسنت، تقاتلا، ماذا أي حرف يصبح مضموما؟ التاء، أحسنتم، تقاتلا، التاء تصبح ماذا؟ لذلك تصبح تفاعلا، يصبح تفاعلا، يصبح تفاعلا، لاحظ جيد. ولكن بهذه القاعدة اللي أمامك، هذه القاعدة اللي أمامك، هناك قضية لابد من الإشارة إليها، وهي الأفعال التي أمامك صحيحة وليست معتلة، لكن هناك ملاحظة، إذا جاء الفعل، إذا جاء الفعل معتل اللام وكان على وزن تفعل وتفاعل، يعني الفعل نهايته ماذا؟ حرف علة، إذا كانت نهايته ماذا؟
حرف علة، وكان على وزن تفعل وتفاعل، كيف يكون المصدر قبل قليل؟ نعم أحسنت، أخذنا قبل قليل ضم. إذا كان مضموم، يعني إذا أصبح ضمة، إذا كان ماذا؟ صحيح، يعني ما بحرف علة. لكن إذا جاء معتل الحرف اللام، يعني حرف الأخير اللام، نفس الفعل ولكن كسر. أحسنت. هنا نأتي، لاحظ هذه الملاحظة، ينبغي أن ماذا؟ أن نقوم بذكرها. هنا نقول إنه إذا جاء الفعل على وزني، هذه ملاحظة ينبغي أن ماذا؟ أن نذكرها هنا. ملاحظة إذا جاء الفعل على وزن تفعل وتفاعل، ولكن معتل اللام، ويكون معتل اللام، فإن المصدر منه يأتي على ماذا؟ أحسنت، منه يأتي على وزن الفعل ولكن بكسر ما قبل الآخر، ولكن ما قبل الآخر، واضح؟ ولكن بكسر ما قبل الآخر. جيد، ما عندك المشكلة هسه. نأتي إلى الأمثلة. لا، الأمثلة على ذلك نقول تعالى، تواصى، هذا إذا كان عليها وزن تفاعل، تعالى. هنا لا نستطيع، انتبه لي بالله، رجعنا، تعالى وتواصى على يا وزن تفاعل. هسه تقول الأستاذ كيف يكون هذا ولا أستطيع أن أنطق اللام، هنا تفاعل وهنا، لا نستطيع أن تكون الفتحة على الألف، يعني منع من ظهورها ماذا؟ تعذر، تواصى. أحسنتم، لكن أنت تعلم أن هذا الفعل وهذا الفعل هو يكون على وزن تفاعل، وذلك بزيادة التاء والألف. القاعدة تقول إنه إذا جاء الفعل معتل اللام يكون على وزن، يكون المصدر على نفس وزن الفعل ولكن بكسر ما قبل. نأتي، أحسنت، نقول ماذا؟ تعالي، كانت لا 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 مفتوحة، تعالى، تعاليا، فن، تعاليا. لاحظ، تواصى، سنتم، تواصيا. طبعا تقلب هذه الألف إلى ياء، تقلب هذه الألف إلى ياء إذا كان منصوبا. طبعا جيد، هذا إذا كان على وزن زين. المثال على وزن تفعل مثل ماذا؟ تحدى. أحسنتم، لاحظ الفعل تحدى، التاء مع التاء، الفاء وي الحاء، والعين المشددة، واللام وي الألف. تحدى، القاعدة تقول أن أحسنت حمزة، تحديا، القاعدة تقول ماذا؟ بكسر حرف ما قبل الآخر، كسر الحرف الذي قبل الأخير، نقول ها، أحسنت يا هشام، الكسرة تصبح ماذا؟ تحت الشدة، أصبح قبلها كانت مفتوحة تصبح ماذا؟ تحديا. أحسنتم، تحدى تحديا، واضح؟ أخوان، أكو واحد عنده سؤال على هاي؟ جيد، إلى هنا إلى هنا يكون هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الأولى، إذن النقطة الأولى خلينا نراجعها يعني بشكل سريع. إذا جاء الفعل على وزن تفعلل وتفاعل وتفعل، يكون المصدر منه على نفس الوزن
لكن بس نغير حركة الحرف القبلي الأخير، بدل ما فتحة شو تصير؟ جيد. هذا إذا كان صحيح اللام، صحيح اللام يعني ما في حرف علة. لكن إذا جاء هذا الفعل ونفس الأوزان، الملاحظة تقول تفعل وتفاعل ومعتل اللام، ماذا يكون المصدر؟ نفس الوزن ولكن ماذا؟ كسر. سنتر، ولكن بكسر حركة ما قبل الأخر. جيد، هذه بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية نتحدث عنها إذا كان الفعل على وزن، أو إذا جاء الفعل افتعل، إذا كان الفعل الخماسي على وزن افتعل كيف يكون المصدر؟ أحسنت، افتعال. أو إذا كان على وزن انفعل، انفعال، فعل انفعال، كسر انكسار، انقطع انقطاع، وافعل. بقيت ثلاث أوزان سنتحدث عليها الآن. جيد، هذا بالنسبة للنقطة الأولى بالنسبة للخماسي. اثنين، النقطة الثانية، نأتي إلى النقطة الثانية من الفعل الخماسي، مصادر الفعل الخماسي. إذا كان الفعل، إذا كان الفعل على وزن، أحسنت، ماذا؟ افتعل. أحسنت، افتعل، فإن المصدر منه يكون على وزن ماذا؟ افتعل. فإن المصدر منه يكون على وزن، لا، افتعال، كسرة، همزة الوصل تصبح ماذا؟ الأول والثالث مكسورات، حرف الأول ونقصد بها همزة الوصل كسرة، والحرف الثالث. جيد، افتعال، انتبه لي، وين الحرف الثالث؟ التاء. إذن افتعل افتعال. مين يعطيني مثال؟ اصطبر. لكن اصطبر اصطبار لابد من إجراء ماذا؟ إبدال، اللي أخذناه في الميزان الصرفي لما قلنا اصطبر. انتبه لي بالله، أحسنتم، اصطبر إبدال التاء ماذا؟ استبر، تصير استبار، وبإمكانك أيضا تصير اصطبار. جيد، لكن فيها كلام كثير. هذه نأتي إلى مثال بسيط. لا، اتصل، بالله انتبه لي رجاء، اتصل كم حرف؟ أحسنتم، تاء مشددة. إذن هذه التاء المشددة، التاء الأولى ساكنة والثانية؟ إذن بالله انتبه لي، همزة الوصل مع همزة الوصل، الفاء الساكنة مع التاء الساكنة، والتاء المفتوحة والصاد واللام. جيد، اتصل، كيف يكون المصدر؟ اتصال. لاحظ بالله، كسرة الهمزة الوصل والتاء مكسورة مشددة ماذا؟ لأن الحرف الثالث لازم شي يصير مكسور، ستصبح اتصال، اتصل اتصال. لاحظ، هاي مكسورة، شدة مكسورة، اتصال. بإمكانك تقول اتصالا إذا جاءت ماذا؟ منصوبة. اتصالا، بعد نقول اتخذ، أحسنتم، أيضا نفس الحالة نقول اتخذ، اتخذ أيضا تصبح ماذا؟ أيضا مشددة مفتوحة تصبح مشددة. اتخاذا، ارتكز، ارتكازا، وأمثلة كثيرة أخوان.
انتقالا احسنتي. ارتكز تصبح ارتكازا. ارتكز ارتكازا، هنا ما مشدد، الحرف الأول والثاني غير مشددات، وانتقل انتقالا. أحسنت، انتقل انتقل تصبح ماذا؟ انتقالا. اكسر هذا الحرف الهمزة إن النون ساكنة إن تي، حرف الأول والثالث همزة الوصل والتاء، همزة الوصل والتاء الزائدة تصبح ماذا؟ مكسور الحرف هنا. انتقال انتقالا، انتقل انتقالا. لاحظ همزة الوصل مكسورة والتاء مكسورة، النون تبقى مش بيها ساكنة، وانتقال تصبح مفتوحة لأن قبل بعدها في ألف، فكل ما ألف قبله يكون مفتوح. انتقل انتقالا. واضح أخوان؟ جيد. إذن نعيدها بشكل سريع. إذا كان الفعل على وزن افتعل، الفعل الخماسي، فإن مصدره يكون على وزن افتعال، نحو اتصل اتصال، اتخذ انتقل انتقال، ارتكز. جيد. نأتي إلى الفعل الآخر وهو الثالث، وهو انفعل. انفعل أيضا يكون ماذا؟ انفعال. أيضا حرف الأول والأخير، ويكون بإضافة ألف ما قبل الآخر، يعني نفس الوزن ولكن بإضافة حرف ما قبل الآخر، يعني هو الألف. ثلاثة، إذا كان الفعل على وزن انفعل. هذا الوزن انفعل يكون المصدر منه على وزن انفعال. أحسنت، كسرة انفعال، الحرف الأول والثالث ايش بيه؟ انفعال. نحو انتشر انتشار، انكسر. راح نجي واحدة واحدة عليها. أحسنت، انقطع انقطاع، أمثلة كثيرة على ذلك. جيد، نقول انكسر انكسار، نقوم بكسر الهمزة انكسارا، إذا قمنا بتجديد انكسار، وانطلق انطلاقا، وانقطع. أحسنتم، انقطاعا. إذن أن الفعل الخماسي، أن الفعل الخماسي وهو انفعل، إذا جاء على وزن انفعل فإن المصدر منه على وزن انفعال، نحو انقطع انقطاع، انكسر. لاحظ انتشر انتشار وغيرها من هذه الأمثلة، أمثلة كثيرة. جيد، بقي وزن واحد وهو افعل، الوزن الرابع من الفعل الخماسي. الوزن الرابع من الفعل الخماسي شباب هو ماذا؟ افعل. إذا جاء الفعل على وزن افعل، لاحظ هذا الفعل كم حرف؟ أحسنت فهد، أن الهمزة زائدة وتجديد اللام حرفين، هو ثلاثي خمسة، فإن المصدر منه يكون على وزن افعلا. افعلالا. على وزن فعلالا، وهو يأتي غالبا على الألوان،
في الغالب يأتي على الألوان. نقول احمر، والله انتبه احمر، اخضر، اخضرار، اصفرارا. جاي تلاحظ أنه إذا كان الفعل أو إذا جاء الفعل على وزن افعل، وذلك بزيادة الهمزة وتضعيف اللام، حرفين زيادة يصبح خمسة حروف، إذن من الأفعال الخماسية هو. هذا الفعل الخماسي المصدر منه يكون على ماذا؟ افعلالا، ويأتي في الغالب على الألوان، نحو احمر احمرارا افعلالا، اصفر اخضر واسود اسودالا، وغيرها من هذه الأمثلة الدالة على ماذا؟ على اللون. واضح اخوان؟ إذن تناولنا الفعل الخماسي ومصادره، مصادر الفعل الخماسي، وهي إن كانت على وزن تفعلل، إن كانت على وزن تفعلل وتفعل وتفاعل، وعلمنا ما تكون عليه هذه الأفعال. وأيضا تناولنا الفعل انفعل ومصدره انفعال، والفعل افتعل ومصدره افتعال، والفعل افتعل افعل ومصدره افعلال. جيد، ملاحظة أخيرة على هذه الأوزان الثلاثة، ونقصد بها الأفعال افتعل وانفعل وافعل. هذه الأفعال الثلاثة الأخيرة تلاحظ أنها إذا نظرنا إلى هذه الأفعال وهي افتعل وانفعل وافعل، المصدر منها يكون على نفس الفعل، وذلك بزيادة ألف ما قبل الآخر. لاحظ ماذا نقول، إنه كسر ما قبل الآخر، كسر الحرف الثالث. تلاحظ هذه الملاحظة أخوان، إذاك تنتبه لي عليها، الملاحظة اللي إذاك تنتبه لي عليها، الأفعال افتعل وانفعل وافعل، هذه الأفعال الثلاثة المصادر منها على وزن الفعل، ولكن غيرنا قضيتين. أولا الحرف الثالث كسرناه، وزيادة حرف ما قبل الآخر. لا، افتعل افتعال، افتعل كسرنا الحرف ما قبل الآخر اللي هو التاء، وضفنا ألف هنا قبل الأخير بين العين واللام، افتعال. انفعل انفعال، أيضا ضفنا ألف وكسرنا الحرف الثالث، وافعل أصبحت افعلال. واضح اخوان؟ إذن هذه الملاحظة الأخيرة هو أنه هذه الأفعال الثلاثة وهي افتعل وانفعل، افتعل وانفعل وافعل، يكون المصدر منها على نفس وزن الفعل، وذلك بكسر الحرف الثالث وزيادة ألف ما قبل الآخر. واضح اخوان؟ جيد. أكو واحد سؤال؟ جيد. هذا بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم، سوف نكمل بالمحاضرة المقبلة مصادر الفعل السداسي، ونأخذ عليها أمثلة. أحد عنده سؤال شباب؟ استفسار؟ إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا.